مرحبا بجميع مشاهدي القناة الثانية. احنا الان في رياض الفتح بالجزائر العاصمة، وكانت مفاجأتنا كبيرة لما شفنا شباب كثير حاضرين لاجل ابراز مواهبهم، وسمعنا اصوات جميلة جدا. يلا نخليكم تشوفوا شنو وقع في النهار الاول ديال الكاستينغ يا استوديو دوزين. المكان والفرحة تهني البال. إن شاء الله نقدم أحسن ما بيدي للدزاير البلاد باش نشرفها إن شاء الله. لابوا لي اللي غاروا مني وقالوا لي اش عجبك فيها، هالسمرة اللي غرتوا منها حبيتوني باش ننساها. شحال زرت البلدان العامرين والبر الخالين، شفيك وعد القدرة لازم انا وانت ما تدري. في الجزائر عشنا مغامرة جميلة مع استوديو دوزيم، وهنا خدينا ثلاثة ديال المرشحين اللي غيلتحقوا بنا بمدينة الدار البيضاء. غادي نلتقيو قريبا مع أول برايم استوديو دوزيم، إلى اللقاء. أظني بس يا بيفاق عليه أسلوب حارقني ويتعمد يضايقني.